السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الكونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة لسه بنشرح مع بعض يونت 5 الوحدة الخامسة في ثيم 2 أو في المحور الثاني، والنهاردة هناخد ليسون 3 و4 و5 و6 لحد نهاية يونت 5. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نذاكر فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسون 3 هي فيها جزء من الماث، وهو درس النهارده درس سهل وبسيط الحمد لله. فأنا بيكلمنا عن الفراكشنز أو الكسور وإزاي نقراها ونحفظها، طبعا ده حفظ. فهنا بيقول لك look and read، انظر واقرأ. فهنا صديقتنا بتقول لك a fraction الكسر is a part of the whole of a whole، هو جزء من الواحد الصحيح. يعني أي حاجة صحيحة لو قطعنا منها حتة خدنا منها جزء ده اسمه fraction أو كسر. فمثلا بيقول لك هنا a fraction consists of two parts، ال fraction بيتكون من جزئين. The green part is a half of the whole، الجرين بارت ده نص الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامنا. مثلا لو ده رغيف عيش او فطيره مثلا وقسمناها نصين، فالفراكشن ده او الجزء ده او الكسر ده اسمه هاف. هاف يعني نص. طبعا هنا في عندنا بعض الكلمات بيقول لك نصف يعني هاف، فورث يعني ربع، ثيرد يعني ثلث، وفيفث يعني خمس. طبعا الكلام ده لازم نحفظه زي اسمنا، مهم جدا. هنا طبعا ده هوم ورك علينا، يقول لك color according to، according to يعني طبقا ل، the given fraction او الكسر المعطى. طبعا ده هوم ورك عليكم. بيقول لك هنا learn او تعلم a bar chart أو ال bar graph ده أو الشكل البياني بالأعمدة ده is a chart that uses bar or columns to show amounts، هو رسم بياني بنستخدم فيه الأعمدة علشان نوضح فيه الكميات زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا بيقول لك look read and learn in my class في فصلي there are 24 students، في 24 طالب. We all have favorite zoo animal، كل واحد فينا عنده favorite zoo animal او حيوان من حيوانات حديقة الحيوانات المفضل بالنسبة له. A half of the class نص الفصل like the lion best، بيحب الحيوان بيحب الأسد أكتر حاجة. A third of the class تلت الفصل like the panda best، بيحب الباندا أكتر حاجة. A fourth of the class ربع الفصل like the hippo best، بيحب الهيبو أو فرس النهر أو فرس النهر أكتر حاجة. فطبعا إحنا ناخدها جزء جزء. قال لك حاجة، أول حاجة الهاف بيحب اللاين، فاللاين هنا هم عندهم كام؟ 24 يبقى نصها كام؟ 12. هنرسم البار جراف وادي اللاين اهو، وانا انظل لغاية 12 زي ما احنا شايفين قدامنا لغاية 12. بعدين قال لك الثيرد او تلت ال 24 دول بيحبوا الباندا. الثيرد بتاع 12 بتاع 24 قد ايه؟ الثيرد بتاع 24 قد ايه؟ طبعا 8. لو قسمت 24 على 3 هيديك 8، فنظل لفوق الباندا لغاية 8. قال لك في الآخر الفورث بيحب الهيبو أو فرس النار، الفورث أو ربع 24 6، فنظل لفوق الهيبو قد إيه؟ 6. فهمتوا الفكرة؟ هي دي الفكرة بتاعة الجزء ده. طبعا الجزء اللي تحت ده هنا برضو بيقول لك اقرأ وأكمل الرسم البياني أو read and complete the bar graph، ده هوم ورك. هتقرأ
وهتظلل، هتقرا اللي موجود تحت وهتظلله هنا على البار جراف ده. تمام؟ طبعا هنا بعد كده عندنا ده هوم وورك. ليسون 4 و5 في كلمات جديدة مهمة جدا لازم نحفظها. بتكلمنا عن الهابي ايرث او كوكب الارض السعيد. لوك اند ريد، انظر واقرا. فبيقول لك هنا planting، planting يعني الزراعة. recycling، recycling يعني اعادة التدوير. reusing، reusing يعني اعادة الاستخدام. waste sorting، waste sorting يعني تصنيف القمامة، يعني لو عندك بعض الويست او القمامة بتشوف البلاستيك بتحطه لوحده، الجلاس بتحطه لوحده، البيبر بتحطه لوحده وهكذا، ده اسمه waste sorting او تصنيف القمامة. وطبعا هنا riding a bike، riding a bike او ركوب الدراجة. طبعا هنا ده بيؤدي في الاخر ان احنا ما نرميش ويست في الارث اللي احنا عايشين عليها ونخلي الانفايرمنت افضل. لكن تخيل بقى لو احنا ما عملناش كده وما عملناش ويست سورتنج وريوزنج للحاجة، فبتبقى unhappy earth او ارض غير سعيدة. وطبعا ده بيبقى بسبب polluting the river، ان احنا نلوث الانهار، polluting the city، polluting cities، polluting cities او نلوث المدن، و going by car وان احنا نركب العربيات، كل ده بيعمل pollution او بيعمل تلوث، فده بيخلي ال earth unhappy زي ما احنا شايفين قدام. طبعا عندنا هنا what do you recycle، احنا بنعمل اعادة تدوير لايه. فبيقول لك I recycle ال materials بقى او المواد، البلاستيك، البلاستيك او البلاستيك، الجلاس او الزجاج، والبيبر او الورق. طبعا الحاجات دي لازم نحفظها ومهم جدا ان احنا نبقى فاهمين كمان معنى الكلام ده. عندنا هنا في الجزء ده بيقول لك look and read، انظر واقرا. how can I help animals، ازاي انا ممكن اساعد الحيوانات. فبيقول لك to help animals we can، عشان نساعد الحيوانات احنا ممكن نعمل put water and food on your balcony for the birds، احنا ممكن نحط اكل وميه في البلكونه عندنا عشان الطيور اللي رايحه وجايه ممكن تاكل منها. دي اول حاجه. بيقول لك كمان don't throw plastic in the sea، ما ترميش البلاستيك في السي علشان ده هيروح ويدور الفش او الاسماك والكائنات البحريه كلها. طبعا ده شكل من اشكال مساعده الحيوانات. بيقول لك كمان plant flowers to help bees، ازرع زهور علشان تساعد النحل ان هو يلاقي حاجة يعيش عليها. نمبر 4 بيقول لك clean animal habitats، نظف الاماكن بتاعت الحيوانات، المواطن بتاعت الحيوانات، with your friends، مع اصدقائك. واخر حاجة بيقول لك grow trees to feed giraffes، انت ممكن كمان تزرع اشجار علشان تأكل الجيراف او الزرافات. طبعا الجزء ده هوم وورك عليكم. واخر ليسون معانا في درس النهارده وهو اخر ليسون في يونت 5 وهو ليسون 6. طبعا هو خاص بالفونكس وده جزء سهل وجميل جدا احنا بنحب نشرحه مع بعض. فهنا بيعرفك بيقول لك ان ال pH، please ال p لما بيجي بعد منها h بتتنطق f زي حرف ال f بالظبط. زي مثلا في photo، photo يعني صورة، وزي elephant، elephant يعني فيل. طب ال wh، ال h هنا لما بتيجي بعد ال w على طول بتبقى silent، silent يعني ما بتتنطقش. زي مثلا كلمة whale، whale هنا ال H ما طلعلهاش صوت، ال W هي اللي اتنطقت بس. وزي white، white يعني أبيض. وزي where، where يعني أين. وزي when، when يعني متى، إمتى يعني. فال pH بتبقى F،
اما ال W H ال H لما بتيجي بعد قبل بعد بعد ال W على طول بتبقى silent، وال W هي اللي بتتنطق بس. طبعا الجزء اللي بعد كده ده هوم ورك عليكم. وهنا عندنا جزء مهم قوي بيعرفك ازاي تقسم الكلمات لمقاطع صوتية، مقطع لفظي. فبيقول لك السيلابل، السيلابل او المقطع الصوتي، a word or a part of word which contains one vowel sound or more، هي كلمة او مقطع من كلمة بيحتوي على صوت واحد متحرك او اكتر. كلمة يعني مثلا عندنا هنا، طبعا ده حفظ هام جدا، احنا عندنا كلمات بنقولها مرة واحدة وليها صوت واحد، في عندنا كلمات بتتقال على جزئين وفي كلمات بتتقال على ثلاثة، ده اسمه سيلابل، سيلابل او مقطع لفظي. الكلمة الكلمات مثلا اللي ليها one syllable word او كلمات ليها صوت واحد مقطع صوتي واحد زي white اتقالت مرة واحدة، white، whale، where، when، كل دي ليها مقطع صوتي واحد ما قسمناهاش. التو سيلابل او اللي هي مقطعين صوتيين زي فوتو، فوتو البي اتش او اتنطقت فو بعدين التي او تو فبقت فوتو، دي تو سيلابلز، خدت بالك؟ فوتو دي تو سيلابلز او ايه مقطعين صوتيين في نفس الكلمه. الثري سيلابل وورد او كلمات اللي ليها ثلاث مقاطع صوتيه زي إلي فانت، إلي فانت، إل إلي دول مقطعين اهو، فانت يبقى ايه فيل، إليفانت، خدت بالك؟ لازم تبقى فاهم يعني ايه سيلابل. والجزء اللي بعد كده عندنا how to describe an animal او ازاي توصف حيوان. فطبعا كيف توصف حيوان، describe يعني يوصف. look at the look at this graphic organizer او ارسم انظر على الجدول تنظيم معلومات التالي. فبيكلمنا هنا عن اللايون او الاسد. الابيرنس، الابيرنس او المظهر، big and brown كبير ولونه بني. الهابيتات، الهابيتات او الموطن، grasslands الأراضي العشبية. الفود بتاعه طبعا هو الميت، الأسد بياكل إيه غير الميت؟ وطبعا الكونتيننت، الكونتيننت أو القارة اللي عايش فيها بيعيش دايما في أفريقيا أو في قارة أفريقيا. الجزء اللي تحت ده هوم وورك، وهنا في بعض الكلمات لازم تعيد كتابتها، ده هوم وورك عليك عشان بيساعدك إن أنت تحفظها. والأكتيفيتي على ليسون 6 ده هوم وورك. وبكده نكون أنهينا ليسون 6 وأنهينا معايا درس النهاردة وأنهينا يونت 5 كمان. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، لو في حاجة وقفت قدامكم ياريت تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا هجاوب على الأسئلة بتاعتكم الدرس الجاي إن شاء الله. أتمنى تكون استفدت من درس النهاردة، لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.